عشر حقائق قد تنقذ حياتك يوما ما. اعتاد معظمنا على العيش في فقاعة الراحة الشخصية التي تضمن له كل ما يحتاج إليه لينعم بالراحة، لكن قد يأتي اليوم الذي نقرر فيه تجربة شيء جديد والذهاب في مغامرة. أو ربما كنت من محبي الطبيعة وتعشق التوغل فيها عند عطلة نهاية كل أسبوع. في أي حال، من الضروري أن تعرف كيف تحمي نفسك في حالات الطوارئ. تدعوك قناة الجانب المشرق إلى تجربة بعض الطرق المذهلة باستعمال أشياء بسيطة قد تساعدك على البقاء على قيد الحياة في البراري. ستجد كذلك في نهاية الفيديو مكافأة ستمنعك من اقتراف خطأ فادح. رقم 10. الجوارب النسائية. نعم، لقد سمعتني جيدا، خذ معك جوارب نسائية طويلة، سوف تحميك من الحشرات والقراد والعلقات. هناك شيء مهم جدا، لتجنب لدغات مؤلمة وغير سارة، خذ معك زوجين من الجوارب الطويلة. ارتدي واحدا كالعادة، لكن قم بحيلة صغيرة باستعمال الزوج الآخر من الجوارب. قم بقصه من منطقة القدمين، واصنع ثقبا لرأسك في الوسط، وارتديه في جزئك العلوي مثل السترة. ها أنت ذا محمي، هناك أكثر من ذلك، إذ يمكن للجوارب الطويلة أن تعمل كالشبكة المصممة لالتقاط السمك من النهر، وأيضا لتصفية المياه. ليست بتلك المثالية، ولكنها ستكون مفيدة في الحالات الحرجة، وقناع مميز مضاد للغبار. وإلى جانب كل هذا، فإنها تبقي قدميك خالية من القروح. رقم 9. أكياس القمامة. أكياس القمامة السوداء، هل ما زلت تستعملها للتخلص من القمامة فقط؟ إنها مفيدة أكثر من ذلك في البراري، استعملها كغطاء يحميك من المطر. سوف تأخذ معك طبعا بعض أكياس القمامة لحماية البيئة، لكن مثل هذه الأكياس يمكن أن تتحول في لحظات إلى معطف واق من المطر وغطاء يمنع تسرب المياه إلى أمتعتك. إذا احتجت إلى معطف واق من المطر، عليك بكل بساطة أن تصنع ثقبا للرقبة في أسفل الكيس وثقبين للذراعين على الجانبين. معطفك جاهز لأن ترتديه. وللمزيد من الدفء، يمكنك استعمال أكياس القمامة لحماية نفسك من الصقيع. سوف تحتاج إلى لف جسدك بالأكياس وارتداء العديد من الثياب على قدر المستطاع فوقها. ستنقذك هذه الحيلة من الصقيع لفترة أطول. رقم 8. كربونات الصودا. عند خروجك للطبيعة، لا تنسى أن تحمل معك بعضاً من كربونات الصودا. أولاً وقبل كل شيء، يمكنها أن تؤدي نفس وظيفة طفاية الحرائق. فكربونات الصودا عنصر من عناصر مواد إطفاء الحرائق، ما يعني أن بإمكانها إطفاء حريق صغير في الغابة. إنها مطهر فعال أيضاً. قد تحتاج إلى محلول يتكون من ملعقة من كربونات الصودا في لتر من الماء لقتل البكتيريا الخطيرة. إذا تستطيع استعمالها لتطهير الفواكه أو الخضروات التي أخذتها معك لتنويع وجباتك. رقم 7. الخل. يمكن استعمال الخل بامتياز كمرهم للحروق. إذا كان لديك حروق طفيفة التي تمس الطبقات العليا فقط من الجلد وليس حروقا عميقة ومتقرحة، فإن خل التفاح سيكفي بالغرض. اغمس الجزء المحروق من الجلد في محلول الخل والماء، سيساهم ذلك في استرخاء مكان الإصابة، وسوف يخفف الألم ويسارع عملية تجديد الخلايا. يوجد في الخل خاصية أخرى مفيدة، إذ أنه يخفي رائحتك لكي لا تستشعرك الدببة عن بعد وتكون غداء دسما لها. لذلك يعتبر الخل في هذه الحالة مزيلا للعرق، يكتم رائحتك من أجل حمايتك من الحيوانات البرية. رقم 6. الشريط اللاصق. الإصابة بالشظايا أمر مزعج جدا، فما بالك مع وجود التهاب وآلام، خصوصا عندما لا يكون لديك مساعدة طبية في متناول يدك. في هذه الحالة سيساعدك الشريط اللاصق. إذا لم تكن الشظية بكاملها تحت الجلد، فيمكنك سحبها بواسطة الشريط اللاصق الذي قد يكون متوفرا لديك في حقيبتك. على أي حال، ستحتاج إلى إلصاق الشريط في مكان الشظية. اضغط بلطف ثم اسحبها في اتجاه الشظية. طريقة أخرى يكون فيها الشريط اللاصق مفيدا، وهي إيقاف النزيف. إذا لم يتوفر لديك ضمادات، سيكون الشريط اللاصق بديلا فعالا.
رقم 5 ساعة اليد. نعم، تستطيع ساعتك أن تدلك على الاتجاه عندما تفقد الطريق. حسناً، هناك شيء واحد، هي تعمل فقط عندما تكون الشمس مشرقة، لكن يمكنك قضاء ليلة مريحة على الشجرة، أليس كذلك؟ على العموم، عندما تكون الشمس في كبد السماء، بإمكانك استعمال ساعتك كبوصلة. إذا كنت في الجانب الشمالي للكرة الأرضية، ضعها على سطح مسطح، كذلك ستكفي راحة يدك بالغرض. يجب أن تشير ساعة يدك إلى الشمس، اقسم الزاوية التي تفصل ساعة اليد ورقم 12 إلى النصف، سيكون منتصف الزاوية هو ناحية الجنوب وما يقابلها هو الشمال. الآن أنت تعلم إلى أين تذهب. رقم 4 الجوارب. تستطيع الجوارب إنقاذ حياتك، لا تضحك، فهذا صحيح. إذا كان هناك شخص يغرق، فيمكن أن يتحول الجورب إلى أداة إنقاذ ترميها إليه. يجب أن تكون محشوة بأغصان جافة، مما سيجعلها تطفو على الماء أثناء محاولة الشخص التمسك بالجورب. رقم 3 التامبونات. خذ معك العديد من التامبونات القطنية إلى البراري، لأنها مفيدة ليس بالطريقة التي فكرت فيها فقط، لأنه يمكن استعمالها لتصفية المياه. هذه التقنية لتطهير المياه ليست مثالية، ولكن في الظروف القاسية يمكن أن تكون خيارنا الوحيد. قم بقص زجاجة إلى نصفين، واقلب الجزء العلوي إلى الأسفل، ثم ضع التامبون في عنق القارورة. إذا صنعت ثقبا في الغطاء، سوف يمر الماء المصفى من خلاله. التامبونات تبقيك دافئا. هذه ليست مزحة، فإنه يمكنك استعمالها لإشعال النار، فالتامبونة مصنوعة بشكل أساسي من القطن النفاش، لذلك إذا أردت إشعال نار من أجل التدفئة، فقط قم بتمزيق تامبونة واستعملها لبدء عملية الإيقاد. رقم 2 رقائق البطاطس. هناك طريقة أخرى لإشعال النار باستعمال القليل من رقائق البطاطس. قد تكون هذه المعلومة مفاجئة، لكن يمكن لهذه الأكلات الخفيفة الاشتعال بشكل جيد وتظل مشتعلة لمدة أطول. يرجع ذلك إلى فضل الزيت المضاف إليها، حيث يتكون وزن الرقاقات في العادة من الدهون بنسبة 12%. رقم 1 العلكة. على نحو صادم، يمكن للعلكة أن تساعدك على الحفاظ على مخزونك من الطعام، فهي تساعد على قمع الجوع الخفيف، مما سيحمي مقدارك القليل من الطعام من الاستهلاك الزائد. لا يتعلق الأمر بالنكهة أو السكر، إنما بإيهام أجسامنا بحركة المضغ وكأننا حصلنا على وجبة خفيفة. إليك مكافأة، ماذا عليك فعله إذا طعنت بسكين؟ الحياة هي الحياة، ولا مفر من الحوادث الخطيرة. أن تطعن بسكين أو بأداة حادة ليس بالشيء النادر الحدوث، سواء في البراري أو حتى في المنزل. إذا طعنت بشيء ما، لا تسحب السكين أبدا من الجرح، خصوصا عندما يكون في صدرك، بطنك أو فخذك، فوجود السكين غالبا يسد وريدا أو شريانا عند وجوده في الجسم، وعند سحبه يمكن أن يسبب نزيفا خطيرا. ما عليك فعله هو الالتجاء للحصول على رعاية طبية على الفور دون لمس الأداة. إذا وجدت هذا الفيديو مفيدا لك، لا تنسى من فضلك أن تضغط زر الإعجاب أسفل الفيديو وزر الاشتراك للانضمام إلينا على الجانب المشرق.